السلام عليكم، معكم مراد. جمعة مباركة، سمحوا لي على الديرونجمون. بون، عندي غير واحد التدخل بسيط بغيت نشرحه، بحيث بعض الناس البارح كانوا يسولوني قالوا لي شنو هو دابا المعدل ديال ولدنا، واش هو المعدل القسم ولا معدل الدورة؟ الوغ المعدل ديال ولدك ولا ديال بنتك هو معدل الدورة، هذاك هو المعدل ديالو. أما معدل القسم فهو مجموع المعدلات ديال التلاميذ مقسوم على العدد ديال التلاميذ. الوغ هذاك المعدل ديال القسم كيكون عند التلاميذ كاملين، عندهم نفس النقطه كتلقى عندهم بالنسبه للمعدل ديال القسم. هذاك معدل القسم هو اللي كيبين لنا المستوى ديال هذاك القسم كيفاش داير، المستوى ديالو يعني من ناحيه النقط، يعني كيفاش داير، واش النقط مرتفعه في هذاك القسم ولا ما مرتفعش. الوغ بالنسبه لولدك ولا بنتك انت، المعدل اللي جاب هو المعدل الدوره. الوغ المعدل الدوره شحال هذيك كنا كنقولوا الا جبتي 5 على 10 راك جبتي لا موين، يعني جبتي المعدل. دابا المعدل غتقارنوا النقطه اللي جبتي انت غتقارن معدل القسم. مثلا كان معدل القسم هو 7.46 وانت جبتي مثلا 6.50، يعني انت راه هنا راك تحت المعدل، داكوغ. ولكن ما كاينش انك جبتي نقطه خايبه، ولكن غير بمقارنه مع الزملاء ديالك انك انت راك جبتي يعني نقطه منخفضه، لان ملي كنقول معدل القسم يعني الاغلبيه ديال التلاميذ راه جابوا هذيك النقطه او لا اكثر منها، يعني في هذيك الحدود، داكوغ. مثلا معدل القسم هو مثلا 7.50، انت جبتي 5.40، واش انت ساقط؟ لا، راك ناجح، ولكن مقارنه مع التلاميذ راك انت يعني المستوى ديالك مقارنه مع التلاميذ اللي معاك في القسم راه هابط. ولكن نتوما ما تعمروش راسكم بهذه المسائل، معدل القسم، معدل الدوره، ولا هادشي ماشي مهم. اللي مهم هو شنو كاين في الراس، هذاك الراس ديال التلميذ شنو فيه، هذاك الكم المعرفي شنو عنده فيه، هذيك المهارات شنو عنده، كيفاش كيوظفها، هذا هو اللي مهم. الوغ نتوما دابا ملي تشدوا النتائج ديال ولادكم صافي، سد هذاك الباب. جاب ولدك نتيجه مزيانه ومعدل زوين وفرحتي به، شري ليه كادو، قول ليه كلمه زوينه عنقو. ما جابش نقطه مزيانه فرح به، علاش؟ لان هذه غير الدوره الاولى، راه مازال الدوره الثانيه. الوغ يقدر الدوره الثانيه يدارك، وهذه نيت مناسبه انه مثلا يعرف الخلل فين عنده، وانت تعرف الخلل عند ولدك ولا عند بنتك فين كاين، وحاولوا تداركوا. الوغ بالنسبه للعطله الانشطه، واحد السيده كانت تسولات قالت شنو الانشطه اللي ممكن نديرو مع وليداتنا في هذه العطله. فهاد العطله دابا اللي حدا شي حمام يدي ولادو يتحمحموا، يديهم يطلقوا عضيماتهم، يسخنوا، يحيدوا لو ستريس، ملي تمشيو للدار ارتاحوا مع راساتكم. هاد العطله خلي ولادكم يلعبوا، خلوهم ينشطوا، لعبوا مع ولادكم، احتضنوا ولادكم، تفرجوا معاهم في الافلام، تسنتوا مع الموسيقى، صليوا جماعه، قراوا القران اونسامبل، داكور. احتضنوا ولادكم، ما تخليوش ولادكم الزنقه اللي تحتضنهم، لان راه كاين اصدقاء سوء وغيخرجوا عليهم وغتندموا، داكوغ. اذا هاد العطله هادي ولا على الاقل هاد الخمس ايام ولا اربع ايام الاولى خلي وليداتكم يرتاحوا، لعبوا معاهم، نشطوا معاهم، خليهم حتى نهار الجمعه ان شاء الله عاد بداو يجبدوا الدروس ديالهم ويراجعوا داك الشيء شويه اللي فات قبل، قراوا شويه ديال لا ليكتور. بالنسبه اللي بغى ولده انه مثلا انها تكون واحد السنه حميده، انه مثلا قبل ما ينعس يقرا، يقرا قصة، يقرا القرآن، يقرا نص في القراءة، يعني تكون عنده هاد الهواية ديال القراءة قبل النوم. قرا نامبوغت كوا، ماشي ضروري نقول لك قرا هادي وما تقراش هادي، قرا، هز القرآن قراه، حتى هذاك راه قراءة، داكوغ، هزو قراه، قرا القرآن، قرا ليفر، قرا قصة، ولكن ليسونسيال هو أن هاد القراءة تكون ممارسة يومية، باش فهمتي، ملي غتكون ممارسة يومية انت غتلقى من بعد يعني مع المده غتلقى راسك النطق ديالك بدا كيتحسن في القراءه، غتلقى راسك وليتي كتقرا يعني بواحد الوتيره شويه سريعه، ما بقاش داك البوط، ما بقاش داك التهجي الى اخره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.